سيدتي وسادتي، اهلا وسهلا بكم مع خبر عاطل. ضيفنا اليوم رئيس قسم الشمسيات في الامم المتحده. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا خيو. يا هلا يا هلا، اهلا بك يا اخي. اهلا اهلا وسهلا سيدي. هلا اطلعتنا على اخر التطورات والتطويرات بالاحرى للشمسيه وخاصه شمسيه رئيس الوزراء. شوف يا اخي، الناس بتعلق بتقول لك حاط شمسيه مش شمسيه، هاي مش شمسيه. معقول يا زلمه؟ معقول والله يا زلمه بين الشمسيه؟ لا يا اخي، هاي مش شمسيه، هاي اسمها الشمسيه الامنه لكل الظروف لكل الاحتياطات. كويس، الله يسعدك، والله ما فاهم عليك يا اخوي. يلا خلي بسط الامور، بسطها، الله يسعدك. شوف، هاي اول شيء تستعمل المطر. طلع صوره عندك، شايف؟ هاي بتحمي رئيس الوزراء من المطر ومن الثلج. ثاني شيء، طلع الصورة هاي، طلع لو سمحت والله المخرج، قرب الصورة. شايف؟ لو صار أي اعتداء على رئيس الوزراء بصير كاتيوشا. اسمع كمان، هاي مثلا لو مشهد رئيس الوزراء ولا سمح الله لا سمح الله هجم عليه أسد، طلع الصورة هون، شو بتصير يا أخي؟ بتصير رمح. طلع اخر شيء يا اخي، بدي اقول لك، لو الناس تجمهروا على رئيس الوزراء والداية وصار زحمه، طلع بصير زي الباراشوت. طلع كيف؟ طلع طلع صوره، طلع رئيس الوزراء، شايف؟ شايف وين سحبته؟ طلع وين 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 نزلته؟ طلعته من البلد ونزلته وين؟ عند رئاسه الوزراء.